الجراند بري هيستوريك رجع لتونس. اليوم الحمد لله عندنا أكثر من 30 سيارة في تونس. نحن نتمناه ونطمح أنه السيركوي هذايا يولي من نوع السيركوي يربع متاع موناكو، لأنه تعرف موناكو أكثر المداخيل بتاعها السياحية هو من رياضة السيارات. عندنا فرنسا، إيطاليا، عندنا بلجيكيا، عندنا زوج سيارات إنجليزية من إنجلترا، هولندا سيارة، سيارات تاريخية موجودة برشا في العالم، لأنه الخاصية متاع السيارات هذه هي سيارات رياضية تاريخية. الناس اللي سوقوا فيهم هم أبطال في السنوات 40 و50 و60 و70، يعني أجد سيارة العمر متاعها 1972. قيمتهم المالية قيمة كبيرة برشا. نحن وقت اللي يجيوا من البرت متاع حلق الواد نأمنوهم حتى على مستوى الأمن، تاع إسكورت مش يجيبوهم حتى الحمامات. والحاجة الباهية برشا وأنك تلقاهم في حالة جديدة، تقول سيارة خارجة من الدار متاعها بعد 40 و50، فما سيارة عمرها قريب 100 سنة.